واحنا بنفكر في موجة الغلاء بسبب الأزمة العالمية، الحقيقة في كمان زيادة في أسعار الملابس الصيفي. كنتش عايز حابة أقول الخبر ده، ولكن لازم أقول لكم اللي بيحصل على أرض الواقع. 40% زيادة في أسعار الملابس الصيفي. يعني حضرتك وانت نازل تشتري لبسك بتاع الصيف في 40% زيادة، وده كلام سماح هيكل عضو شعبة الملابس في الغرفة التجارية، اللي قالت انه ارتفاع أسعار اللبس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الخامات، وده طبعا رغم ان المصانع انتجت اللبس الصيفي اساسا من 6 شهور، لكن واضح انه تكاليف الانتاج بدأت تزيد بعد أزمة فيروس كورونا، يعني قبل الأزمة الأخيرة بتاعت الحرب بتاعت أوكرانيا وروسيا. طيب مع الأزمة دي أسعار اللبس هتروح على فين؟ خلينا نسأل دكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أربعين في المية زيادة في أسعار اللبس الصيفي، وفي نفس الوقت إحنا النهاردة صحينا من النوم الجو بقى حر شوية، وإحنا خلاص يعني إحنا داخلين احنا رسميا في فصل الربيع، لكن فعليا احنا لغايه امبارح بالليل لسه الدنيا برد. النهارده صحينا الدنيا بدات تحرر، يعني يلا هنبدا نطلع الصيفي، هنبدا نشوف ايه اللبس القديم اللي عندنا، ايه اللبس الجديد اللي محتاجينه، فنصحى على خبر انه في 40% زياده في اسعار الملابس الصيفي. ماذا يحدث؟ بص يا فندم، انا صح لحضرتك معلومه الاول. اتفضل. حضرتك ذكرتي ان احنا الزياده 40% دي بسبب الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي، او مش انا اللي بقول ده تصريح استاذه سماح هيكل. لا انا حضرتك الزياده ال 40% دي مرتبطه بزياده سابقه وليست لاحقه. ايوه، يعني اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ارتفاع سعر الدولار او ما شابه، ده ملوش دعوه بالزياده ال 40%. أيوه. لان زي ما حضرتك اشرتي، انت فاهمه الموضوع كويس جدا، فقلت ان اللبس الصيفي ده احنا بنبتدي انتاجه تقريبا من شهر 10. بالظبط، من 6 شهور تقريبا. ايوه يا فندم، تمام كده، كلامك مظبوط بالظبط. وبناء عليه احنا حضرتك الزياده دي ناتجه عن امور اخرى مختلفه تماما عن تحرير او يعني انخفاض سعر الجنيه المصري قصاد الدولار، او الظروف اللي حصلت بمناسبه او بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه. لا، احنا من السابق اسعار الغزول عالميا ارتفعت بشكل غير مسبوق، وصلت ل 60%، وموضوع جائحه كورونا والظروف اللي نتجت عنها بشكل او باخر في الفتره اللي فاتت، بالاضافه لعده متغيرات اخرى اللي هو تطبيق الحد الادنى للاجور وما شابه، هو ده اللي تسبب في ارتفاع اسعار الملابس الصيفيه. كان المفروض ان الارتفاع ده يوازي من 50 ل 60%، لكن صناع الملابس الجاهزه والمنتجين هم كمان حريصين، لان احنا بنمر بفترات كساد كبيره جدا بقالنا اكتر من 3 سنوات، وبناء عليه احنا من مصلحتنا كمنتجين ان احنا نبيع منتجاتنا، فخفضنا الارباح بتاعه الناس لدرجه كبيره جدا مقابل ان احنا نحاول ننشط. بس هل فعلا هي الزياده في الاسعار لللبس الصيفي تقريبا هتبقى 40%؟ تقريبا. احنا كنا متوقعين اكتر من كده، انها كانت توصل ل 60 ل 70%، لكن احنا يعني بنحاول نقلل التكاليف على قد ما نقدر، بنحاول يعني انت عارف حضرتك ان السعر ده مرتبط بالماس برودكشن او بكم الانتاج الكبير، لكن ما فيش كم انتاج كبير نتيجه حاله الكساد اللي موجوده والركود اللي موجوده، مستهلك مش قادر. بتزود الربح على القطعه الواحده علشان تعوض الانتاج اللي هو اقل. ايوه، احنا بنقلل الربح، لكن انا مش عايز ازود، يعني احنا عملنا المعادله الصعبه. انا ما عنديش كم انتاج كبير، ومع ذلك انا قللت هامش الربح خلال الفترات دي كلها، لان احنا عندنا حضرتك حاجات مهمه جدا، احنا عايزين نحافظ على العماله اللي موجوده، عايزين يعني نعدي المواقف او الظروف اللي احنا بيمر بيها العالم اجمع، وبناء عليه احنا حضرتك عملنا المعادله اللي هي ما حدش يقدر يعملها، ان انا بنتج قليل جدا ومع ذلك انا بقلل هامش الربح بدرجه كبيره عشان احافظ على القدره الشرائيه للمستهلك. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفه الملابس الجاهزه في اتحاد الصناعات.